بدعوة من وزارة التربية الوطنية والترقية المواطنة ومن أجل الاعتناء بنظافة مؤسسات الدولة والمرافق الحكومية، قامت بلدية جمينة عبر إدارة خدمات النظافة بدورها المعتاد بنظافة وزارة التربية الوطنية والترقية المواطنة لإزالة الأوساخ التي لها انعكاسات سلبية على البيئة والأمل. هنا عملياتنا مستمرة كل يوم وفي أي مكان، وفي ديمان عن الناس ولا الانستيتيشن ولا الوزارات أن هنا نمشي نساعدهم. أما ممثل وزير التربية الوطنية والترقية المواطنة محمد سعيد فرح بدوره ثمن جهود البلدية على هذه العملية الوطنية. الشيء اللي سويته اليوم ده يخلينا أننا نخدمه في آفي وفي صعب. كم قشينا عليه مبتن ما نجو إلا 7 شهر 8 شهر، أظن نرجع في نفس المشكلة. وننوه إلى أن عملية النظافة مسؤولية الجميع وليست للبلدية وحدها.